الدكتور زاهي حواس. اهلا يا دكتور. تمام، دكتور زاهي حواس الاثري الاشهر في العالم دلوقتي. اهلا بيك يا دكتور زاهي. اهلا وسهلا. سعيده جدا بوجودك معانا للمره الثانيه. ربنا يخليك. الحلقه اللي عملناها من شهر ونص تقريبا كانت ردود الفعل واصدائها كانت غايه في الجمال وغايه كده في الايجابيه. حقيقي صح، يعني انا ما رحتش مكان غير ما كل حد يوقفني يقول لي حلقه منى الشاذلي مع الاطفال كانت حاجه. هي حلقه زي دكتور زاهي حواس الحقيقه دكتوره حلقه لانك بسطت الحواديت فبقت الاسره كلها قاعده تسمع وتفكر وحاسه انها منسجمه، ما بتقولهاش حاجات جامده تحيرها. يعني فعلا انا سعيد. وما لابسين اخضر ليه؟ اليونيفورم بتاع المدرسه. والله يعني كل اللي في المدرسه بيقولوا لي اخضر. طب مين بقى عايز يبقى بتاع اثار؟ يا خبر ابيض. يعني كل دول كل عايز يبقى بتاع اثار دي الحكايه دي. لا ده في منهم مذاكرين اللي هيشتركوا معانا في المسابقه قعدوا يذاكروا قبل الحلقه. طبعا ده مسابقه مهمه جدا. طيب دلوقتي يا دكتور زاهي قبل ما ندخل في المسابقه احنا هنقتبسها من من سيربح المليون، من سيربح رحله الفرعون، وهتفهموا ليه سميناها كده. المعرض اللي في باريس يا دكتور زاهي كم تذكره اتباعت منه؟ هو احنا لما وصلنا كان 163 الف تذكره وبعد تاني يوم بقوا 180 ألف دول حاجزين، وأول يوم دخل 15 ألف واحد. بس أنا عايز أقول حاجة، اللي أنا سامع المذيع بيتكلم دلوقتي عن آخر مرة المعرض كان في فرنسا من 50 سنة طلع 55 قطعة أندر القطع الأثرية، طلع التابوت، القلعة الذهبي، يعني طلع قطع لو طلعناها دلوقتي ترج الدنيا كلها. وانا احكي لك حكايه ظريفه جدا على انتوا عارفين القناع الذهبي بتاع تعنخ امون ده؟ حد شافه في المتحف؟ ده اندر قطعه اثريه في الدنيا، كله ذهب، يعني حوالي يعني معمول من الذهب والاحجار الكريمه، وانا بعتبره دي يعني اهم قطعه اثريه في الدنيا. فكان معروض في لوس انجلوس، فواحده ست امريكانيه قاعده بتبص على القناع فقام مغمى عليها وقعت في الارض. فلما فاقت قال لها انت وقعت في الارض ليه؟ قالت لهم ما كنتش هقدر يعني اقف قدام اجمل اتنين في الدنيا، في ممثل امريكاني انتوا ما تعرفوش. اسمه كاري جرانت. كاري جرانت ده يعني كان معبود الستات في العالم كله. فكاري جرانت بيتفرج على القناع والست بتتفرج على القناع بتبص لتوت عنخ امون وكاري جرانت اغمى. يعني هي شافت الممثل وتوت عنخ امون في نفس اللحظه. هي بتبص على القناع وفي نفس الوقت كاري جرانت جاي يتفرج على القناع، فشافت الاثنين اغمى عليها. عليها ما تصدقتش ان هي بتشوف اجمل اثنين في الدنيا. ممثل كاري جرانت ده طبعا يعني من اشهر ممثلي السينما العالميه، وتوت عنخ امون اشهر ملك في الدنيا. حكم مصر هو في سنكم كده، عنده 9 سنين، وحب واحده كان عندها 9 سنين. حد عارف اسمها عنخ اس ان امون. انا بدور على المقبره بتاعتها دلوقتي في وادي الملوك. لكن انا عايز اقول حاجه، ان لو حد فيكم راح فرنسا دلوقتي هتحسي ان انتوا تبقى فخور انت مصري، لانك شايف صور توت عنخ امون في كل مكان. تفتح التلفزيون توت عنخ امون، تفتح جورنان في الصفحه الاولى توت عنخ امون، يعني عامل لنا دعايه غير عاديه. احنا حضرنا انا والدكتور خالد العناني المؤتمر الصحفي وزير الاثار. وزير الاثار كان حاضر حوالي 400 صحفي ومحطة تلفزيونية.